نحن المدة هذه بصدد تعداد لتكوين القوائم النهائية لحركة النهضة في جهتنا. عن تقريبا بصدر كاملة نحن نقدم عليها لإعداد القوائم هذه. أول حاجة التزام بالقرار تاع مجلس الشورى. ثاني حاجة نحن انفتحنا في القوائم تاعنا على الكفاءات المحلية من المستقلين، وجاتنا برشا معناتها مقترحات نحن تفاعلنا معهم إيجابية. اللي مش يحدد القائمة بشكل نهائي هي القوائم تاع حركة النهضة. نحن خلال 27 شهر هذا مش نعمل جلسات انتخابية عبارة كأن مؤتمرات محلية لاختيار الترتيب متاع القائمات متاعنا، وإن شاء الله بعد ذلك يقع ديما في الهيكل التنفيذية الجهوية والمركزية حق التعديل.